خويا انا غادي نبدا قصتي ملي كانت الوالده يعني باقا صغيره في سن ديال الزواج. كانت زوجات الاب ديالي والاب ديالي شنقول لك كان واحد الانسان اللي كيشرب بزاف كيسكر هكا كياخذ داك المخدرات وداك الشيء كامل كان كيديرو. والمهم كانت الوالده مسكينه كانت كتعيش معاه العذاب ديما، كانت هي اللي خدامه اللي كتعطيه الفلوس باش ياخذ داك الشيء اللي كان كيدير. المهم كانت ولدات اختي ومن بعد ولدتني انا، ومن نهار المهم من نهار عقلت على راسي والوالده هي اللي كتصرف علينا والوالده هي اللي كدير كل شيء. انه كان كيحاول انه يخرجنا هو من القرايه غير باش نخدمو عليه، وكانت مسكينه الوالده ديما كتقول لي انا نخدم انا نتكلف بالدار ونتكلف بداكشي اللي بغيتي انت، المهم خلي البنات يقراو. المهم بقينا في حال هكاك حتى لواحد الليله كانت الوالده مسكينه كانت كتخدم غير في الميناج، وكان عندها الليل خدامه في واحد السبيطار وكان عندها الليل خدمات بالليل. والاب ديالي جا جاب معاه واحد الراجل. داك الساعه انا كانت في عمري تقريبا شي 11 عام واختي كانت عندها 15. جاب واحد الراجل دخلوا عندنا للدار. ملي سولات اختي وقالت لي شكون هذا بابا، هزني انا كنت جالسه حدا اختي، هزني وحط لي واحد الشنويه في عنقي وقال لها اذا ما دخلتيش معاه البيت غادي نذبحه. كيفاش الوالد ديالي جاب واحد السيد مع الدار اللي قالت لي اختي لان كانت هي زعما كبيره واحد شويه، قالت له بابا شكون هذا، بقى كنعقل خطفني من فوق واحد السداري وحط لي واحد الموس في عنقي قال لها الا ما دخلتيش معاه للبيت غادي نذبحها. واخا باش ما يمشيش بينا قال لها هانتي الزنويه عليك وجاب شي راجل صاحبه اختك كبر منك. الوالده ديك الليله ما كانتش داك الليله الوالده ما كانتش، اختي كانت عندها 15 عام وانا تقريبا بين 11 و 12 عام بحال هكا. وقال ليه غتمشي تدخل مع داك الراجل اللي جاب مع داك الراجل اللي جاب بابا فحال هكا يعني يلا. قالت له بابا شكون هاد السيد هذا، وهو يخطفني من فوق داك السداري وقال لها شوفي دخلي مع البيت اولا غادي نذبحها. بقات كتبكي مسكينه وكتقول لي لا بابا ويلي كيفاش ندخل معاه للبيت وهذا، كيقول لها ما تهضريش دخلي معاه وصافي. دخلت مع الاخت ديالي مع داك السيد وانا كنسمع مسكينه كتعوض ربي اللي خلقها، هو جالس كيضحك جالس في الصالون كيضحك وداك الجنويه باقي حاطها حدا وجالس كيبرم في داك الجوانات وكيكمي واختي كتغوت. ملي سالا داك السيد خرج قدامي كيخلص في الاب ديالي عطاه الفلوس وقال لي قال لي الوالد ورجع مره اخرى عندنا، قال له ان شاء الله. اختي قسمي بي انا كل كلمه تقوليها بالصح، قسم لك اخويا بالله الا كل كلمه كنقولها الا بالصح، لانني ماشي زعما ماشي موضوع فاش غادي نكذب ولا غادي نضحك ولا دخلت انا عند اختي وعنقاتني وبقات كتبكي وكتقول لي ما تقولي لماما والو ما تقولي لماما والو. بعد دخل عندنا هو قال لها شوفي، قال لها والله وتقولي لماماك شي حاجه، قال لي ولا انت تقولي لها شي حاجه حتى غادي نذبحها، قال لها وديك الساعات غادي نديكم ما بغيت. المهم مور داك الشيء خويا بدر ولا ديما كيجيب لاختي الرجال ديما فوا ما كتكونش الوالده في الدار كيجيب لها الرجال لاختي بلا خبر اختي. سمح لي عافاك
خذي راسك عفك كوشي برك العشاء قبل واحد النهار الوالدة سقط الخبر قلت لها شي واحد جارتنا قلت لها راه يوميا قلت لها كنسمع الغوات ديال بنتك وراه راجلك راه كيجي سكران وراه كيدخل مع الرجال جات الوالدة وهضرات معاه قلت لي قلت لك غير بعد لي من بناتي انا داكشي اللي خاصك كامل انا نعطيه لك من بناتي خليهم يقراو داك النهار كنشد الوالدة بقى كيضرب فيها قدامنا كيضرب فيها كيضرب فيها مهم زينا للسبيطار حيت كندير لها واحد الضرب خايب لقينا مسكينة تهرست من يدها صافي بقات الوالدة مسكينة بحال هكاك مور داكشي جلست من الخدمة لأنها تهرست داك الساعة بقى كيدخل علينا الرجال يوميا يوميا كيدخلهم على اختي وماما كاينة دابا بالعلا عليك اه الوالدة كاينة انا واخا هي مسكينة كتهضر بقى كتشد معاها كتقول له غير ذبحني وما ديرش بناتي هكا جيب عندي انا دوك راه كيقول لها انت يلا انت يلا هي لاش صالحة حتى ولا كيوكل لاختي حتى هي داك داكشي اللي كان كيدير كامل ولا كيوكلوا لاختي اختي مسكينة كانت بحال ولفات داكشي بحال صافي تبلات بحال كتقول لي صافي كتقول لي ما تجيبهمش للدار انا نمشي عندهم فين ما كان ولا اختي مسكينه كتمشي ولات كتمشي عندك داك الرجال ما عرفش فين بلاصه بالضبط ولكن ولات كتمشي مرضات بالاكتئاب ولات وحده اخرى ما بقاش داك اختي اللي كنت انا كنعرف كان نهار اللي ما كتجيبلوش داك المصروف اللي باغي كيبرد غدايدو في الواليد وفي انا وفي اختي بالضرب والعصا ويمكن كي حتى لواحد المره اختي خرجت حامله صدقات حامله شكون بابا داك الولد العلم لله اختي مور داكشي ملي عرفت راسها انها حامله صافي بحال شنقول لك اخويا بدر بحال حماقات بحال داكشي داك الضغوطات كاملين اللي كانوا عليها بحال حماقات بحال ما عرفت كيفاش واحد الليله حتى كنلقى واش مقاطع راسها او فواحد البيت شقى راسها قبل ما تموت اخويا بدر خلات لنا واحد الاوديو ان شاء الله دابا نصيفطو ليك حتى شبكي عندي تقدري تصيفطيه لي دابا واخا معي شوية عفاك واي لحمي سوق بس بقات فيها وقسم بالليلة بقات فيها يا اخوان نري مسكينة بزاف والله إلا بزاف نري هاو خلات لهم دابا شي أوديو يعطيني شوية الوقت هذا نقلب لك عليه خدي راحتك خدي راحتك أختي اسمح لي والله إلا كنرجف لا غير خدي راحتك بشوية عليك سالمة عفاكم كلشي يبارك على عشان باش ما يوقفش كلشي يبارك على عشان عفاكم كلشي يحبش اللايف وكلشي يدير جميل كلشي يكتب طوب مزيان طوب عفاكم كتبوا دوك الكلمات ديال طوب مزيان برافو جميل
كل شيء عافاك يكتبهم عافاك عافاك باش ما يحبسش اللايف. الله يجازيكم بالخير كل شيء يكتبها عافاك كل شيء يدير جام كل شيء كل شيء أي واحد يتفرج يدير جام جام كل شيء جام. القصة نساتني في ديالي والله إلا تسمع مشاكل الناس تكون بلي نتا ما عندك حتى شي مشكل. تسناو نشوف ولد الاوديو انا سيفت اخويا باني واخا انا نحاول نطلقو عافاك خليك معايا المهم انا نسمع الاوديو انا بغيتكم تسمحوا لي تسمحوا لي على هادشي كامل اللي غادي ندير. سمحي لي امي سمحي لي اختي اخص انت امي انتي سمحي لي سمحي لي ولكن راني تقهرت عييت امي انتي ما نشوفك بحال هكا شنقول لك ابا الا سمح لك الله انا مسامحك نيا بخير مسامحك نيا بخير ربي يسمح لك الله انت امي انتي سمحي لي سمحي لي امي انتي حقك لك بنتك سمحي لي سمحي لي واي يا مسكينه الله يرحمك وشي تي معها بالرحمه عافاك سمحي كملي كملي القصه سالا ما تسمعك ما بقيتش نسمعك سلمى سلمى ما بقيتش نسمعك لا الصوت لي واقيلا حيت درتي الكيت ولا شي حاجه واخا نحيدو لا لا صافي صافي مزيان مزيان انا اللي كان عندي مشكله عافاك سمحي لك كملي واخا قلت لك اخويا كاين شاشة القراصة في داك البيت الواليدة مسكينة من داك النهار اللي وقع في داك الشيء الواليدة بكثر مسكينة شالا نصفي هو تصور ملي دخل ولقى جيران مجموعين وعيطوا على لومبيلونس وعلى البيس شو ما قدرش قدرش ولا ودمع خويا ينزل من عينو سمعتو قال حاجة وحدة كلو وهو دابا مصروف تقطع الوالد ديالي المهم اخويا مر مر مشات اختي الرحمة مسكينة الواليدة قلت لك جاها شالا نصفي مبقاتش كتوقف على رجليها من بعد داكشي اللي كان كيدير مع اختي ولا كيديرو معايا انا كيشد كيشد الواليدة هي مسكينة مكتقدرش توقف صورة اخويا حاجة كيشد البول وكيشربها البول الماما هاك هادشي الواليدة وخا داكشي كامل اللي وقع لختي خما نبوش ضميرو كيشرب الواليد حاجة البول كيقول ليا كيقول ليا شوفي راه ما مشيتيش انت ودخلتي مع هذاك البيت ولا كيدخل امك يعني انت ولاتي وليدة مسكينة وليدة مسكينة كتغوص كتقول يا ربي يا ربي كون غير مت وما تشوفش بنتي كتعذب بحال هكا تقول له غير قتلني تقول له انا غير ذبحني وما تخلينيش نشوف بنتي بحال هكا المهم اخويا بدر كاين بحال هكاك تقريبا شي عام بحال هكاك هو الموت ديال اختي حتى النهار اللي كنخرج واحد الليلة عاد كنسكران كنعرف المهم ضربات واحد الطوموبيل كنتهرس وكنصافي ملي تهرس ومشى للسبيطار وداكشي كنت واحد شي واحد صاحبه ولا ما عاد شكون هذاك المهم داه معاه ما ولاش عندنا للدار انا هذيك الساعة ملي شتو انه ما بقاش جا تقريبا شي سيمانه هزيت الوالده ومشيت عند واحد خالتي
قلت زعما لا واسع لا هي تحن. قلت الواليدة ومشينا عندك خالتي بقيت معاها. قلت لها خالتي عافاك شوفي تيري قبل لي الواليدة انا قلت لها نخدم في شي مكان المهم ما تبقاش المهم تبقى بصا. خليتها تما مع خالتي سافرت لمدينة اخرى باش نخدم. طرت تقريبا شي شهر في ديك المدينة وهي تصوني لي خالتي قالت لي ولا وقالت لي هي خصها ليكو شو خص لي بدلها وانا حقها كان عيب وعندي الولاد وعندي 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 تتعرف من اختها. وليت رجع صورة خويا بعض الوالدة اللي رجعت كتقول لي بحال هكا تقول لي بنتي استغفر الله سيري عيشي حياتك ولا امي انت كي غادي ندير امي نخليك انا ونمشي. لا خويا بدر كتشوف انا امي كتدعي تموت كتقول لي يا ربي تقبل عليا ونخلي بنتي ترتاح. بقيت قلت لك هكاك معقلي مشيت رجعت عند خالتي للدار عطاتنا واحد البيت في السطح. قلت لك الا بغيتي تطلعيها لتما وانتي مقابلاها وهذا وقلبي على خدمه في هذه المدينه هذيك مرحبا ما عنديش المشكل انتي نازله زعل عيني. بقيت كنا هذيك البيت في السطح بقيت انا والوالده تما كنت كنخدم ميناج في واحد الدار كنوض بكري كنبدلها كنوجد لها الفطور تفطر ومن بعد كنمشي. بقيت في حالة تقريبا شي 3 شهور مع دوك الناس خدمت عند ديك السيده تصور اخويا وقسم بالله الا كنت ملي كندخل مكة مع 7 الصباح وانا في تمارة حتى كيدوز العشاء والعشاء ملي تالي سمع داك 3 شهور خلصتني في شهر وجرت ليا. وين بقيت بحالك معاك مع الوالدة حتى الواحد النهار جا الوالد جا قالنا يلا ترجعوا للدار. قالنا والله إلا أنا ندمت وكيبكي وديك شي كامل اللي دير راه ماشي بخاطري وأنا 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 قلت ليها أشوف قلت ليها أنا ما نرجعش واخا تقتلني ونعرف الموت ما غاديش نرجع لأنه هو خاب داك الساعة لأن خرجنا من الدار خاب ديكلاري وبيه ولا ما عرفتش. قال لي وقولي لأمك تعطيني الموافقة أنا راني باغي نتزوج. يا سلام قلنا ليه مرحبا قعدت لقها ما بقات بيناتكم 10 ديال الرجل ومرته صافي غير من الأحسن تلقى. وده قال لك لا ما نطلقهاش. المهم شاو تزوج أنا بقيت هكاك مع الوالدة مقابلها مسكينة. واحد النهار وراجل خالتي قال لي قال لي شنو بالك تخدمي معنا في القهوة وهذا تيغكا غي توصلي لأمها عند الداخل. قلت لي مرحبا قلت بعدا شي واحد من العائلة شي واحد يقدر يحن فينا ماشي مع في الدين ديال الناس. مشيت أخويا بقدر كنخدم عندك راجل خالتي السيمانة الأولى مزيانة السيمانة الثانية مزيانة السيد شوية بدا كيتحرش بيا بدا بشي كلام هو هذا راجل خالتي بدا كيعذبني كيقول لي شوفي كيقول لي والله ما عطيتي داكشي اللي بغيت نقسم لك كيقول لي تغير نجري عليك انت وامك للزنقة. حليل اخويا كعرف ان القهوة ما كتسد حتى 12 وحدة الليل
بعد ما خوات القوام شبشة بحالو لكن كمل رسمي ديال البحال صور تهجم عليا وانا كان هو الرب اللي خلقني اللي شافني انني راه ما غاديش نستسلم ليش شبعني ضرب ولا حاليا واحد مات تقريبا شحال ديال الفلوس قال لي نتوما اصلا زعما بلا ما نقول لك واحد الهضره خويا حشومه من تما خرجني مشى للدار مشى جالس كيسب في الواليد داو كيعاير فيها كيقول لها بنتك لقيتها مع واحد في القهوه وانا اقسم بالله خويا بدر اقسم لك بالله اللي درت شي حاجه الا كنت كنقول يا ربي بغيت غير نخدم غير باش نلقاها باش نعالج الواليده ولا نقي هاد الدواء ديالها ما بغيت حتى شي حاجه في عمري 22 عام وكنقول ما بقيت بغيت والو من هاد الدنيا هادي غير انني نشوف ميتي غير نشوف الضحكه من عند ميتي ونشوفها ولات غير شويه لان خويا ما نكذبش عليك ملي كنشوف الواليده بحال هكا كنموت الف مره في النهار المهم خرجونا من داك الدار خرجونا من داك البيت اللي كانوا كاريننا خرجت بقيت عاوتاني كنقلب على الكرة بحاليا اخويا راني كاريان الواليدة واحد البيت عاوتاني عايشين انا وياها فيها حاليا خدامة في واحد القهوة واخا كنلقى صعوبة مع الواليدة كتبقى بوحدها كتخاف الا بغات غالبا مكاينش كيعطي لها ولكن اخويا الغالب الله مكرهتلهاش حسن ولكن الغالب الله بالنسبة للواليد شنقول لك كيبقى با وكاع داكشي اللي دار انا اقسم بالله الا مسامحه لانه هذا كيبقى الوالد ديالي وحتى ولو كون قطع ليا لحمي وحطو في الارض باش يسمع لي دابا هو حاليا مسوج بواحد المراه على حسب ما سمعت انه عايش في العذاب ومكرفس وهذا وانا كنقول لي اخويا من عندك من هنا رغم هادشي كامل اللي دار اقسم بالله وما تلقى شابة اللي يهزك وتعيا ولا ما تقدش خلي في بالو انا عندو بنتو انا مستعدة نهزو حتى نهار الموت وانا مسامحة الدنيا واخيرة لأن أخويا بدر مقدرتش عليك مقدرتش نكرهو وخي هاديك شي كامل والله مقدرت نكرهو أنا نظن إلا سولت هاد السؤال لكاع الناس اللي تيتفرجو نسولو لهم كاع واش نتوما إلا طراتكم هاد القصة تقدرو تسامحوهم ولا لا يا إلا كنتو غتسامحو كتبو لي ما تسامحوش كتبو لا نشوفو واش كاين شي واحد يقدر يسامح الأب ديالو اللي دار ليه هادشي كامل ما نظنش وانا بعدا ما تنظنش كيما انا كنت بغيت ما غاديش نسامح اقسم بالله اخويا بدر انا الا مستعده تسمح لي ونهزو بسناني انا مسامحه كدبش عليك اخويا بدر اللي كيزيد يقهرني هو ان سبب التعاسه ديالنا وتحكياتنا ودمر لان الاب ديالي يكون كان شي واحد غريب نقولو حسبي الله ونعم الوكيل وغنكمل حياتي لكن ملي كتشوف ان راه باك امك انا ما نكذبش عليك امي كتقتلني 2000 مره في النهار جا الناس اللي تيتفرجوا في هذا اللايف كلهم قالوا لا كلشي تيقول حاليا شنو تديري يا سلمى في حياتك حاليا اخويا خدامه في واحد القهوه هذا الشيء اللي كان من حاليا الواليده مسكينه راه باقا كنخليها في الدار وكنمشي مع ما لقيتش مع من نخليها اولا كي غادي ندير ما الى الله وصل شي واحد الا بغى يجلسك انت وماماك عندهم في الدار مثلا بغى يساعدك نعطيو الرقم ديالك ليش
واخا خويا ان شاء الله. الى بغيت شي عائله تكلف بهم تواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بها دي ار او اسباس اش اي ال اي اي.